من المعروف أنه الانطباع الأول هو اللي بحدد الشخصية وبيرسمها بعيون الآخرين، وكلنا بنعرف قدي الموضة إلى تأثير على تكوين هوية الأشخاص. طلعي منيح بمرايتك واسألي حالك سؤال، هل أنت سابقة الموضة ولا الموضة سابقتك؟ إذا كان الجواب مش على ذوقك، ببساطة رح نشرع لك سرقة صغيرة للوك ستايل أنت بتحبيها، وعلى الأكيد سبقتنا بهالمجال. My name is Diana and I'm from Slovakia. My favorite model is Heidi Klum. I love modeling especially because of traveling. Like every woman, I like a nice dress. بفهم ليش هايدي كلوم هي الرول موديل تبع ديانا. هايدي كلوم هي أول جيرمان صارت فيكتوريا سيكريت أنجل. هايدي كلوم سكين تون هو تاند شوي، هي عندها الكاليفورنيان لوك، هيك دايما بتكون برونزي شوي. هايدي كلوم ستايل بحياتها العادية when she's off camera، لأنه هي أم بالدرجة الأولى، تختار التياب كتير كومفورتبل يكونوا. هايدي كلومز ميك اب بورينج بورينج بورينج، ما بيغير all the way، كل هالسنين بنشوف نفس الميك اب. Most of the times تستعمل ريب جينز، بويفريند كات جينز، قصص لوث، شورتات، ريد كاربت، she's always glowing، she's shining. ميراي وكارلا، نحن حاضرين هلا لنشوف ديانا باللوكس. بعرف ميراي انه ما تعذبت كثير لقيت اللوكس تبع هايدي كلوم. مزبوط، لانه هايدي كلوم مثل ما قلنا كثير كومفورتبل بتيابها وذاوت اني افورت، يعني بتحط ستايلز بتجمعهم مع بعض. كارلا، نحن حاضرين لنشوف ديانا، مش متحمس لتشوفي اول لوك؟ اكيد، مشان هيك حتى العوامل اسرع. بتحبي ستايل هايدي كلوم؟ كثير كثير. She's one of my favorite fashion icon. ديانا is a model. أكيد عندها nice legs وطوال وحلوين. A skirt would be عن جد حلوة. I sneak peek شفت إنه في شيء skirt مهضومة، صح ميراي؟ مزبوط. أوكي، هلا رح نشوفها سوا. واو ديانا، اتس سوبر كيوت. شو رايكم كارلا؟ شو رايك؟ انا كثير بحب سمبل سكسي بس مش اوفر ذا توب. بتعرفي ساندرا، الستارز والمودلز يوجوالي وكل العالم الشو بزنس عندهم تندنسي انه يلبسوا بلاك لو بالنهار لانهم ذي ار ستارز. انا بشوف انه اوقات كثير الاوتفيت بس يكون في زيبر دغري ببين سكسي، بين أجي. يلي حلو يلي لبسته ديانا هو الكونتراست بين الستايل تبع التوب والستايل تبع السكيرت. ميراي محضرة لوك الثاني، يلا رح نشوفه سوا هلا. أنا
حطيت الاكسسوارز تبعي لاشع احسن لتاني لوك. أنا حبيت الفير. هلا كيف حطيت اللوك؟ خبريني شوي. How you put it together. فير هو شيء ما بتضطر نوته أبدا وفيك على طول تلبقيه معك حيالة ستيل تياب، يعني مثل ما هلا ديانا لابسة مثل ما أنت لبستي على ستايل هايدي كلوم. Exactly. Let's see the final reveal because we're all waiting for Heidi Klum style and how you're gonna look in it. هادي كلوم ميك اب فيه تونز اوف ماسكارا خاصة على اللور لاش، بتكتر كتير من تحت وبتحط دايما اي شادو ابيض هيك جلاسي وايت ايسي وايت ميتاليك، وبتبلش فيه دايما من الانر اي لحتى يفتح العين. بتغير اوقات بتحط اي شادو بلو كمان ايسي بلو. انا بلاقيه تيبكال امريكان ميك اب. بتحط شيء كمان كتير غريب، بتحط دايما قلم ابيض بجوات عينها لحتى تفتح عينها اكثر. ليبس نيوترال ليبس بيسك كولرز ناتشرال ليب جلوس. هيرستايل وقت منفكر بهايدي كلوم اول صوره بتجي على راسنا اكيد الستريت هير سليك فرق على نص يا طويل الويفي مع لوس ويفز مثل ما كانت تطلع بران ويز مع فيكتوريا سيكريت وهيدا اللوك اللي هو شهره اكثر شيء. Diana style بال final reveal is just perfect. She looks stunning. Diana طلعت as gorgeous as Heidi Klum وقت عملت هالهيردو. I look like Heidi Klum and I feel like Heidi Klum. I
elegant, nice, fancy, and I'm a woman.